أكدت وزارة الإسكان أنها تولي أهمية كبيرة لجميع الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تريدها عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل. نعم، وقالت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن ما يردها عبر نظام تواصل في أقصى سرعة ممكنة، داعية جميع المنتفعين من الخدمات الإسكانية وأصحاب الطلبات الإسكانية القائمة إلى التواصل معها عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى، باعتباره المنصة التي ستستقبل الوزارة من خلالها جميع الملاحظات والاستفسارات بما فيها الرسائل الإنسانية والعاجلة.